مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، لا على حسابها ولا على حساب حد غيرها. دي رسالة لازم تبقى واضحة للعالم كله. هذه القضية مرة أخرى لن تحل إلا بالحل اللي أقره العالم كله، وهو حل الدولتين، هو أن يوقف هذا الإطلاق النار فوريا، وأن يتم فتح فوري ومستدام وبشكل متواصل لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عاما حتى الآن. وسمعوا ما جعلهم يخافون على مصير الإنسان الأيام الماضية. الأسبوع الأول مختلف.